السلام عليكم، مساءكم سعيد للمتابعين الكرام، متابعين جدد ديال شتوكو تي في وكذلك متابعين ديال مصطفى رضا. اليوم ان شاء الله في اللقاء المباشر الجديد في اليوم الثاني ديال الوقفات الاحتجاجيه والوقفات النضاليه ديال العمال الزراعيين. كما كتعرفوا اليوم الثلاثاء يعني في الساعات الاولى من صباح اليوم من مع الفجر عاود الثاني خرجوا هاد العمال الزراعيين اللي كيطالبوا بالحقوق ديالهم في تحسين الاجور ديالهم وكذلك تحسين اوضاع العمل ديالهم، بناء على اللقاء الامس اللي درنا مع السي يونس اللي معنا السي يونس فضيل اللي ان شاء الله كاين ضيوف اخرين، عمر ذكير وكذلك جمع مصلحي يعني منسقين ديال الوقفه ولا هاد الوقفات الاحتجاجيه للمطالبه بتحسين الوضعيه ديال العمال الزراعيين وكذلك تحسين الدخل ديالهم ولا الاجر ديالهم اليومي اللي كما كنعرفوا يعني وسمعناهم امس يعني من بين المطالب ديالهم هو تحسين الاجر اليومي يعني 80 درهم غير 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 معقول في الوقت ديال ارتفاع الاسعار وكذلك ارتفاع واحد العدد ديال المسائل بالاضافه الى ظروف العمل وظروف النقل وما الى ذلك. يعني اليوم في الصباح كان وقفه اخرى، كان وقفه احتجاجيه كان هنا في بيبرا وكان في اي تعميره، كنا دعينا يوم امس يعني باش تكون وقفات سليمه واحتجاجات سلميه عفوا تكون سلميه ما يكونش الفوضى، ولكن للاسف تم التسجيل بعد الانفلاتات يعني بتكسير زجاج الحافلات وكذلك بعض السيارات نقل عمال الزراعيين والحجر وكذا. يعني هذا الشيء لا يبشر بالخير وغير مرغوب فيه وخص ما يدارش. يعني لو كان الوقفات وكذا يعني خص تكون بطريقه سلميه، وهذا الشيء خصو شي تاثير وخصو شي جمعيه وخصو شي نقابه اللي طالب بالحقوق ديال هاد العمال الزراعيين عوض يكون تكون العشوائيه ويكون هاد الشيء من يعني كل واحد اللي كل شيء كيرغي بالغا كما كيقولوا، وهذا الشيء ما يؤدي الى الفوضى، والفوضى دائما تؤدي الى نتائج عكسيه. عوض ما تكون المطالبه بتحسين الاجور وتحسين الوضعيه غادي تكون مطالب اخرى هي اطلاق سراح المعتقلين واطلاق سراح ذويهم والعائلات ديالهم وكذا. يعني حتى واحد ما يبغيش الفوضى، حتى المخز ما يبغيش الفوضى، الشعب ما يبغيش الفوضى، حتى واحد ما يبغيش الفوضى، حتى واحد ما يبغيش شي واحد يتعدى عليه على الممتلكات ديالو. بس مشي انت تهرس ولا الجاج ديال الطوموبيل ديال شي واحد ولا ديال الطوبيس ولا ديال ولا المحلات التجاريه، يعني حتى واحد ما يبغي يهرس راسو. يعني هذا الشيء ما بغيناهش يتكرر، وهذا الشيء خص يدار ليه شي تاثير، وخص هاد الناس المنسقين ديال هاد الوقفه ولا ديال هاد الاحتجاج ينوضوا باش هاد الشيء يكون تاثير ديال العمال الزراعيين، يكون هاد الشيء حضاري، يكون مثلا اضراب ولا التعبير عن استخدامهم باشارات، مثلا يديروا شي اشارات في يديهم ولا يعني شي حاجه تكون حضاريه عوض الاحتجاج وعوض دائما ما يوصلوش للفوضى، والفوضى راه حتى واحد ما كيبغينا. كما قلنا البارح معنا السي يونس فضيل اللي معاه اليوم عمر الذكري وكذلك جامع المصلحي، مرحبا بكم كاملين. مرحبا. يعني السي يونس غادي لنا الوقفه ديال اليوم من الصباح وكذا والتطور ديالها وهذا الانفلات كما قلنا اللي ما خصوش يدار اللي ما خصوش يكون، وقلناها البارح لانه ودي خاص ما يكونش الانفلات الامني، ولكن وقع ما وقع. لان علاش الانفلاتات الامنيه جات قرب شويه جات من الناس اللي متطفلين على الميدان اصلا ما كاينينش هما في العمل الفلاحي، لان السلطه شدت هاد الناس وكانوا في الغالب كانوا غير قصيرين يعني ما السلام عليكم ما كايناش شي سميتو السيد كي ما كايناش واحد الوعي كيهز الحجره كيصيفطها اولا، بينما الناس اللي كيهمهم الامر الناس اللي كيهمهم الامر راه وقفوا ووصلوا الرساله ديالهم بانهم محظورين كما ينبغي، وخصوصا النساء اللي اليوم كنظن لانه اليوم العالمي ديال التحرش النساء العنف ضد الفتيات والنساء، لهذا كانت هاد المسائل مشات في الاول بكل سلاسه. من بعد كما قلت لك كاينين المتطرفين اللي دخلاء على الميدان ما كيشتغلوش بالميدان الفلاحي بصفه عامه قاصرين وما كيشتغلوش بالميدان الفلاحي، وحاولوا انهم يزرعوا الفتنه، انما تحيه لرجال السلطه اللي تعاملوا مع الوضع بكل احترافيه وبكل ضبط للنفس، لان المسائل حسوا بها رجال الامن غادي تنفلت، لان ما كايناش شي جهه بغات تبنى هاد الناس هادو، فهاد الناس ما بقاش كيتيقوا في النقابات، ما بقاش كيتيقوا في مفتي الشغل، ما بقاش
كيتيقوا في المنظمات الحقوقيه و واش كيتيقوا في جمعيات. وبالنسبه لي انا ما كايناش شي جمعيه اللي دوات اولا شناها منظمه حقوقيه دوات وكانت من غير الصحافه، والصحافه مشكوره لان الصحافه دارت واحد الدور اللي مشكوره عليه، كنشكروها جزيل الشكر كافه المنابر الاعلاميه بدون استثناء، كنشكرهم على هذه الوقفه لانهم الامل الوحيد ديال هاد الناس ولانهم القنطره الوحيده باش يوصل الصوت ديال هاد الناس، ووقفوا وقفه رجل واحد ولا زالوا. وكنتمنوا الخير ان الامور ما بغيناش تخرج على السيطره، ما بغيناش بحال هاد الانفلاتات تكون في في في, في سميتو، لان كاينين الناس دخلاء بغاو يزرعوا الفتنه وبغاو يخرجوا هاد الشيء بدون اي نتيجه. وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى انه يكون في جانب الحق. نعم شكرا سي جمال. مرحبا سي جمال. يعني قولي لنا يعني واش كاين شي تجاوب؟ واش كاين دابا راه اليومين مخدم اصلا، البارح ما كانش الخدمه، كاين على السوق بالنسبه قلب شويه. نعم بالنسبه للخدمه حنا دابا تقريبا انا غادي في 15 يوم. 15 يوم غادي خدامين جوج. 15 يوم انا بعدا بصفتي عامه 15 يوم دابا انا ما خدامش. المشكل اول حاجه بعدا المشكل ديال الصالير. هاد الناس هادو كيقولوا لك واحد الصالير، بغينا نعرفوا هذاك الصالير الا جينا نعطيهم ليهم حاسه سميتو حنا واش غيقدوهم، حنا واش غيقدوهم ماشي في النهار، قلنا واش غيقدوا معايا في الغداء، واش غيقدك هذيك 80 درهم واش غتقدك في الغداء، الا عندك العائله واش غتقدك هذيك 80 درهم في الغداء، مع هذا اللي عنده الوليدات وعنده الكرا وعنده الضو وعنده الماء، هذيك 80 درهم الا جينا نقسموها نديرو فيها 10 درهم، حنا كنا نفيقو في الصباح مع 6 كتفيق مع 4، حنا كنكونو غاديين في سميتو مع 6 كتخسر واحد 20 درهم، بعدا كتخسرها في الحانوت ديالك انت، فطور والغدا ديال فطور والغدا ديال باش دير باني، ماشي فطور والغدا يقول يسمعوا فطور والغدا ويقولوا لك هادو راه كيديو شي حاجه، فطور والغدا فرماجه وبطه ديال السردين وخبزه، وكتخلي مال الدار حتى هما راه كياكلوا القله حتى هما راه كياكلوا واحد 20 درهم، هاي دابا راه 40 درهم راه مشات، شحال كتبقى لك؟ كتبقى لك واحد 40 درهم اخرى، 20 درهم كيديها ملكنا و 20 درهم كيديها الضو و الماء، وهاد الخدام شنو غادي يشيط لينا؟ حنا كنا خرجنا نخدمو على اساس يشيط لينا شي حاجة، كيما هما بغاو يستافدو بغاو تشيط ليهم شي حاجة حتى حنا بغينا يشيط لينا شي حاجة، وواحد النقطة أخرى كيما كيديرو في سميتو بغينا نشير ليها راه حتى واحد باقي ما شافنها، هي ديال النقطة ديال الكونترا. الكونترا دابا فاش كتمشي كتخدم كيعطيوك واحد الكونترا كتسنيها، وهاديك الكونترا فاش كتمشي كتسني هاديك الكونترا اش كتسني فيها؟ هاديك الكونترا ما فيهاش شي قوانين ديال الخدام، القوانين اللي كتشوفها مش في الكونترا. الكونترا شنو فيها؟ فيها القوانين ديال الشركة، وبغينا حنا هاديك القوانين ديال الخدام فينا هما. أول حاجة كونترا فيها كيديرو فيها 88 درهم فاصلة 88.88، وفاش كتجي تخلص كتلقى 82 درهم حتى 83 درهم، فاش كتقول لهم راه الكونترا راه فيها 88 درهم انا نخلص ب 83 درهم، كيقولوا لك حقا فيها الاقتطاعات، الا فيها الاقتطاعات وفيها سميتو باش كتسنى هذيك الشركه راه غادي نمشي غادي نخدم في شي بلاصه اخرى وغادي تخلص على راسي نيت، باش كتحمي لي هذيك الشركه وباش اذا غادي تقطع ليا من الصالير ديالي. وثاني حاجه كيفرضوا عليك السوايع الاضافيه، فاش كتقول لهم ودي السوايع الاضافيه راه ما بغيتهمش، كيقولوا لك الا ما بغيتيهمش اخويا سير لعونك غدا ما غاديش تجي، كيقولوا لك الطرد. علاش غادي يديروا لك الطرد؟ وهذيك الطرد واش كاين في هذيك الكونترا؟ وهذوك السوايع الاضافيه واش كاينين في هذاك الكونترا؟ ما كاينينش في هذاك الكونترا. ونهار كيقولوا لك راه هاد الفيرما راه تسالت فيها الخدمه راه غادي نديوك لفيرما اخرى، كتقول لهم لا خويا انا بغيت نبقى في هاد الفيرما، كيقولوا لك لا راه سنيتيها
سميتيها معانا، راه كاينه في الكونطرا سميتيها معانا. يعني هاد الناس هادو ما كيعطيوش القوانين ديال الخدام، كيعطيو القوانين ديالهم هما. سمعتي هي كاين القوانين ديالهم هما ماشي ديالنا حنا. حنا دابا خرجنا هاد يومين، دابا خرجنا كنطلبوا بالحقوق ديالنا. ما خرجناش من اساس تخريب، ما خرجناش من اساس تهرس، ما خرجناش من اساس حنا. وبالعكس المغرب ديالنا راه عزيز علينا وعاش الملك. حنا بغينا المغرب ديالنا يزيد لقدام، بغينا الشعب ديالنا يزيد لقدام، ما بغيناش نرجع للور. وبالنسبه لهذا الشيء اللي وقع اليوم، راه كاين شي اشاعات وشي سميتو ديال التهرس وسميتو فعلا شي اشاعات. لا لا بلاتي اسمي لا مصطفى، راه غادي لك مع النقطه. كيقولوا لك سميتو هي كاين تهرس، ولكن من القصير الناس اللي معنا في المباشر الله يجزيكم بخير. ما عرفتش شي حاجه، شي واحد قال لك ما كيطلعش اللايف وهذا، راه دابا يلاه طلع ليه. يعني راه كاين المحسنين وكاين داك الشيء كان ضروري كيدير في هذا الخير. بارطاجيو الله يجزيكم بخير، بارطاجيو التعليقات باش يطلع اللايف. تعليقات باش يطلع اللايف. المهم التعليقات باش يطلع اللايف والبارطاج واللي يهمك هذا الى اخره. وبارطاجيو في الجروبات ديال الواتساب والجروبات ديال الفيسبوك باش يطلعوا ان شاء الله ونوصلوا الصوت ديالكم. وحتى اللي عنده شي حاجه باش يوصلها راه غادي نديرو عاوتاني رقم التليفون غنديرو في الطريق يبغى يعيط فمرحبا سير. وبالنسبه حنا دابا ماشي خرجنا على اساس التهرس، ماشي خرجنا على اساس التهرب، ماشي خرجنا على اساس شي حاجه خارجه على النطاق سميتو. حنا عرفنا حنا ولاد القانون وعرفنا القانون. حنا ماشي خرجنا باش نهايه سميتو باش نديرو، ماشي على حساب الحرب. حنا كنطلبوا غير الحقوق ديالنا، كنطلبوا غير النص من ماشي الحقوق ديالنا، نص من الحقوق بعدا. حيت دابا سميتو غير النص بعدا غير درجه بدرجه باش تحسن الوضعيه. فهمتي؟ ودابا راه داكشي اللي وقع اليوم راه ماشي من العمال الزراعيين، حيت كاينين القاصرين، كاين بنادم مخلط. حنا ما بغيناش اصلا، ما بغيناش داكشي. راه من الصباح حنا وانا راه كنتفادوا داكشي. بغينا رسمي بغينا الوقفه الاحتجاجيه والمسيره تكون باديه بسلام وتسالى بسلام. ماشي بغينا داكشي. داكشي اللي وقع حنا ما بغيناش، حيت ما بغيناش، حيت داكشي ما بغيت حتى انا، ما بغيتوش راسي حتى انا. حاجتي ما بغيتش شي واحد يقيسها كما الاخر ما بغاش لي يقيس لي حاجته. حتى انا راه ما بغيتش شي واحد يقيس لي يقيس حاجتي، حتى هو ما بغاش يقيس لي حاجته. حنا خرجنا كنطلبوا من هاد الناس يديروا معنا شي حل فهاد يديروا معنا شي حل فهاد الزياده بعدا ديال الصريط وتقليص ساعات ساعات العمل. شحال فوت 8 السوايع ولا 10 السوايع؟ حنا دابا كان دابا في القناه كاينه 8 السوايع، وهاد 8 السوايع دابا 8 السوايع دابا راه داخل فيهم الفطور وضارب فيهم الغداء. لا على الموظف، 8 السوايع داخل البيوت البلاستيكيه. ماشي هي 8 السوايع داخل البيوت البلاستيكيه، حيت اصلا دابا الموظف راه تبارك الله. لا المهم ماشي سميتو، كاين الكليمات وكاين الكراسه مرتاح وماشي شد راكم. لا حنا دابا ما كنهضر، ما كنهضرش على الصالير دابا، كنهضروا غير على سميتو الراحه. على اساس حيت دابا البيوت البلاستيكيه نهضروا على الراحه، شد الراحه ديالو وشد ديال السيلو وكاينه الكليمات تكون سخونيه شحال الكليمه. ماشي شي واحد داخل تحت البيوت البلاستيكيه، فاش كتكون 30 درجه وعلى برا راه كيدوا بالداخل. كتكون تقريبا كتكون 30 على برا راه تقريبا راه 48 49 راه كتكون تحت الصيره، حيت راه من كامل الفوق ومن كامل التحت، وكتمص الدم ديال 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 بنادم زائد الكربون داخل زائد المواد الكيماويه. انت كتخدم وهو تبعك كيقول لك سربي راه الدواء تبعنا. بالنسبه راه البلاصه سميتو ما كاين لا حمايه لا والو، حتى غادي كتجيني وهما غاديين كيزاويو. شكرا. نسمعوا هذا الفيديو ديال هذا التوصيل ان شاء الله، واللي كما قلنا اللي عنده شي حاجه فمرحبا. اسعد الله مساءكم، تحيه لكم وتحيه لمقدم البرنامج مقدم هذا اللايف الشوكرا تي في. بخصوص الكونترا خاصة في الشركة العملاقة مثلا 14 الفصل في الكونترا حتى واحد ما في صالح العامل، كل شيء في صالح الشركة. يجب إلغاء الكونترا بشكل رسمي لأنها ليست في صالح العامل بشكل
أو بآخر. تحية لكم، تحية الأخ يونس والأخ عمر والأخ جامع، تحية لكم من القلب. غادي خسر الوقت دابا حنا في الليبر كنخليها عندك الطول ديالها خليها باش نرجعوا لها. يعني كما سير كمل السي سي عطي النقطه ديال الحراره ديال بالنسبه لا سميتو خليناها في الحراره ديال السير. وحاجه واحده اخرى الماكله، التوقيت ديال الماكله. بنادم دابا كاين اللي كيكون معطل، كاين اللي كيفطر مسكين اللي حسن عوان، كاين اللي كيفطر في البيكوب، كاين اللي كيفطر في المينيبيس، كاين اللي كيمشي تما كيديروا في الجيب كيمشي كيدخل كياكل في الفيرما. وكاين الاجراءات اخرين، الا مشيتي كاع ديتي معاك الماكله للصيره راه كتقيس لي فروي، كتقيس سميتو، راه كاينين المواد الكيماويه. بنادم الله يحسن عوان ما كيعرفش اش كياكل، غادي تاكل شي دوده راه ما كتبانش، غادي تاكل شي سميتو، وهذوك المواد الكيماويه حتى هما نيت خص يدير لهم شي توقيت، يدير لهم بعدا نص ساعه في الفطور ويدير لهم ساعه في الغداء. ساعه في الغداء، حيت انت دابا كتخدم هنايا كيقول لك حط حوايجك هنايا وكتضرب واحد ربع ساعه باش توصل للبلاصه اللي غادي تخدم فيها. وفاش كتبغي تجي تاكل ما كيخرجك تما، الا كان الغدا سميتو في 12 ما كيخرجك تما حتى 12 بيله. كتوصل تما واحد ربع ساعه كتديها لك الطريق، واحد 5 دقائق كيديها لك بلاصه فاش كتجي كتغسل فيها يديك. كتجي دابا الفيرما فيها بارك الله 120 قطار، 120 قطار كلها ديال الميكات، وكتلقى فيها جوج لافابوات. هادي راه لا يعقل، 120 قطار كتلقى فيه جوج لافابوات، كتدخل 800 خدام كيخرجوا بدقه واحده كيشدوا النوبه على جوج لافابوات، 120 قطار على جوج لافابوات راه لا يعقل. وفاش كتسنى كدير لك 5 دقائق، ها 20 دقيقه مشات لك، وكتزيد عليها داكشي اللي غادي فاش غادي تغدى، شحال غتبقى لك؟ غتبقى لك 10 دقائق، 10 دقائق راه ماشي ديال الغدا. واش هذيك 10 دقائق غادي تجبد فيه الصاك ديالك، غادي تحط فيه الماكله، وغادي راه كتشوف السوايع راه كيطيروا، راه السوايع فينا هي الراحه فينا هي، راه زمان السرعه هذا. يا راه كتحط حوايجك كتحط ها هي راه كسميتو، و25 مازال ما كيخليوكش حتى تسميتو، راه ديما شادين سميتو، شادين التوقيت ديالهم، كتوصلو 25 كيصفق يلا نوض 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 نوض. باش علاش؟ باش تكون نيشان خاصك تكون في الصيره، باش هما ما تمشيش لهم السوايع ديالهم، انت ماشي مشكل الا مشات لك الساعه ديالك. نعم سير. وبالنسبه حاجه اخرى الوقايه، النظافه، المرافق، لا حول ولا قوه الا بالله، لا من المراحيض، لا من مرافق ديال الماكله، من البلاصه اللي كياكل فيها ما كاين النقا، ما كاينين التواليطات مال النقيين. راه بنادم الله يحسن عوان راه البهايم وسميتو حاجه سميتو، راه كينقيو لهم الناس وكيقاد لهم المسائل، مع ذلك البشر صوت مزيان داخل السير. كنقش ليه المرافق ديالو وما كنقش ليه المسائل ديالو، كيفاش بيتي هذا خدام يخدم لك؟ ما كتوفرش ليه المسائل ديالو، كيفاش بغيتي يخدم لك؟ واحد النقطه اخرى كما قلت لها السيمس، راه ذكرها واحد خينا البارح باش ما ننساها، في الله ديال البارح ذكرها واحد خينا البارح، حيت البارح ملي رحت تبعت سميتو قال لي سيدي هذاك سميتو هذا خدام راه ما كيخدموش 8 د السوايع. كيفاش ما كيخدموش 8 د السوايع؟ خدام راه كيخدم اكثر من 8 د السوايع. هاد الدابا اللي كيقول لك ما كيخدمش هذا خدام 8 د السوايع، واش هو كيمشي هو كيبوانتي لهم هذوك سميتو السوايع ديالهم، ولا شي واحد قال ليه؟ راه هذاك الخدام الا شتي تحاسب معاه راه كيخدم لك راه اكثر من 8 د السوايع، راه ملي خرجتي من الخدمه ملي خرجتي من دارك راه كيتحسبوا السوايع. راه السيد مسكين خرج من 6 ديال الصباح حتى 6 د العشيه، هذوك شحال من ساعه هذيك؟ راه هذيك راه 12 ساعه هذيك ماشي 6 د السوايع. وكنشكركم وكنتمناو هاد الناس يديروا معنا شي حل، وشكرا. شنو المرافق ديالو؟ هو كان لا الصوت ما مشى فينا السي يصف ديجا شي واحد صفني مساج ما مسوالو السي الصوت راه موجود. سي جامع ياك؟ سي عمر. بسم الله الرحمن الرحيم. قرب لنا. نعم سي جامع ياك؟ هاكا الصوت حيت جاوني سميت شازات ما عرفت الصوت والو ما عرفت
لنا بسم الله الرحيم، تحية لمصطفى هذا المنبر الإعلامي. يعني بخصوص واحد الحاجة ذكرت يا سي مصطفى، حاولوا نقطعوها هي الأولى، وإن شاء الله نتلاقوا لنا وقت أخرين، يعني النقاط كي نقولوا كثيرة في هذا يعني في هذا الموضوع ديال العمال ديال الطيارات الفلاحية، والفلاحة في هذا السوس مازا يعني عامة. قلتي على حسب الجمعيات والنقابات. الى الان يعني المجتمع التوالي ديال يعني مسيرات احتجاجيه سلميه ديال عمال وعاملات الطيارات الفلاحيه جهه السوس مازا، ما تلقينا حتى حط يعني ما حضرنا حتى شي جمعيه او نجات عندنا شي نقابه، ولو غتسول حنا ما قلنا لهمش اثروا ولا زعما قولوا لنا شنو نقولوا ولا زعما غير يجيو، يعني غير نستعملوا حنا كعمال وعاملات انه كاين ورانا شي حاجه، يعني عندنا حتى حنا يعني شي حاجه كتحمينا. كاين واحد الغياب تام، واحد التكميم ديال الافواه ديال الجمعيات، وانا كان يعني كناكد على النقطه ديال الجمعيات لان الفروع ديال الجمعيات في جهه السوس كثيره. لا ولكن دابا غير باش دير في بالكم، يعني هاد الحركه هاد النضال ديالكم بدون التاثير راه والو، حيت خاص دائما خاص المخاطب السلطه الطيب غير المخاطب مالين ارباب العمل خاص المخاطب، يعني ما غاديش دير ليها 1000 واحد ولا 2000 واحد اللي خرجوا في الوقفه، غادي دير ليها واحد الفئه شحال من واحد، يعني ذاك الفئه خاصها الجمعيه وخاصها النقابه وخاصها شي اطار، يعني ما يمكنش يكون داك الشيء غير هكاك. صحيح سي مصطفى، غير لا دابا غير هذيك النصيحه، هذا الشيء ديالكم تبارك الله عليكم، راه حنا معاكم في سميتو في الدار ديالكم، ولكن ما يمشيش هكاك. لا حاليا سي مصطفى، حيت دابا الا فشلتي دابا في هذه الوقفات راه ما غاديش تعاود تقول لهم اجي ونعاود ثاني نتجمعوا ونخرجوا، دابا راه خرجتي، ولكن خرجتي بحال الا طلقتي الرصاص وطلقتيه في الخوا. ما ضربتي لا طير ما ضربتي لا. صحيح حسن الله، هذه النقطة صعيبة لكن غير هو دابا حنا راه خدامين، بغينا نديرو تنسيقية، بغينا نديرو نقابة، ولكن لحد الآن يعني ما تعطيناش شي باب، ما كاينش شي باب اللي غنقصدو. خير دليل أنه درنا جمعية. ما بغينا نديرو جمعية، وهو الإخبار وشدنا المسائل. لا الإخبار ديال السلطات على أساس راه غادي تخرجوا راه كاين. الإخبار ديال درنا على حساب جمعية. يعني الجمعية ديال الأجيال. حنا بغينا كشباب ناسوها. بغيتي ديروا هذه جمعيه، قول لي اخبار باش ديروا جمعيه. اخبار وتلقينا يعني رفض من طلب السلطه. علاش؟ ملي كتدير اخبار خاص يكون 72 ساعه. حنا في القانون الاساسي ديال تاسيس الجمعيات في 48 ساعه ماشي 72 ساعه. 42 ساعه. اضافه الى ذلك حنا قلنا لهم، هما قالوا لك اسيدي الجمعيات صعيب ديروها سوس. يعني هما جاونا كنقولوا جاونا من الاخر قالوا لك ديال الجمعيات الحقوقيه كيديروش سوس. هذا يعني هاد المنطلق هو جاوبونا، ماشي مشكل. حنا دابا حاليا ان شاء الله راه خدامين على اساس تكون واحد التنسيقيه بين العمال، وان شاء الله ما كرهناش ان النقابه تجي، النقابه اللي معروفه في السوس هنا يعني تجي تهضر معنا. حنا راه معروفين يعني الناس اللي كيكونوا في المسيره الاحتجاجيه راه معروفين، يعني الناس اللي كيهضروا تيديروا شعارات يجيو غير يعني لان حنا حاليا باقي ما عرفناهمش، النقابات ما عرفناهمش. ولكن دابا غير واحد القضيه، واش بالضروره تكون المسيره ما يكون غير الموقف ديال يعني بلاصه واقفين ديال الخدامه عارفينها، مثلا نقولوا رومبان ديال فيغورا، رومبان ديال السبت، طريق السبت معروف بلاصه ديال الخدامه. ديال الخدامه واش بالضروري انت تمشي تضرب الشوارع كاملين ديال فيغورا، ما توقف تما وتعبر على الاحتجاج ديالك. هذيك علاش سميتها مظاهره، يعني خاص كلشي يسير. لا حيت هذيك المظاهره كتخلق الفوضى، دابا راه المشكله كما شفنا في الفيديوهات، الناس اللي داروا الضغطيه داروا معكم اللايف وتابعوا ديك المظاهرات، شويه بشويه 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 كيدخلوا للقاصرين، كيدخلوا كذا، كيدخلوا للمجمع تيكبر، وهذا الشيء كيضرب بالحجر. يعني كما قلت لك راه كاين واخا غير قبل ذلك السي نتصنتوا لكم ان شاء الله، نسمعوا المتصلين لكم ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، بغيت ندير واحد التدخل الأخ ديالنا. مرحبا، الاسم الكريم. مستظرف، والكل راه تيعرف مستظرف جهة سوس مازا، كلها تتعرف مستظرف. مرحبا. تحياتي، أنا هو يعني الشخص اللي كنت كندير اللايفات، وأنا اللي وقفت مع الناس. مرحبا. والله اللي غيجازينا جميعا، تحياتي للأخ يونس ميرينجي، والأخ عمر، والخال ديال عمر. تحية الناس ديال جهة سوس مازا كاملين، وتحية لكم نتوما يعني كناس صحفيين اللي يعني خديتوا على عاتقكم هاد يعني هاد الأمور.
الامور هذه. الاخ ديالي يعني العمال والعاملات ديال الضيعات الفلاحيه ولا الشركات العملاقه في الجهه كتسمعني الاخ؟ كنسمعو هاك. يعني الاخ هاد الناس هادو يعني هاد ارباب العمل او بالاحرى المسيرين ديال ارباب العمل يعني كاين تواطؤ يعني وكاين يعني كاين واحد الحاجه كنسميوها حنا يعني مضيعين هاد الناس 80 درهم يعني داخل يعني البيوت البلاستيكيه اللي 80 درهم ديال الصباح يعني الانسان كيوصل حتى للمغرب ويعني يعني بحال بغينا نقولوا هاد الشركات هذه اللي كتجني يعني الملايير والعامل هو يعني الخاسر في هاد القضيه هذه. دابا حنا يعني انا كعامل زراعي تما يعني وعندي وثائق ديالي على انني الشركه العملاقه طردتني حيت هضرت على العمال. انا يعني المطالب ديالنا حنا هي اولا الغاء يعني الكونترا ويكون الترصاق وكذلك ما يكونش السب والقذف في النساء من طرف الشيفان والكادرانه ما يكونش لك يعني المحسوبيه والزبونيه داخل الضيعات. يعني 80 درهم ما تبقاش يعني دابا كاين حنا عندنا هنا في مدينه شاف الناس البلدي دار المظاهرات لمده يومين الان كتخلص 150 درهم. اشن بلاصه هذيك اشن بلاصه؟ مدينه فاس. يعني كما كنقولوا جهه السوس باسا هي ركيزه اساسيه العمال ديالها كاين يعني هما راهم ناس يعني عمله نادره في الجهه. هاد العمال كيمارسوا عليهم هما الضغوطات يعني وهاد الترهيب هادي 40 سنه مارسوها على الوالدين ديالهم والان كيمارسوها على الدراري. انا ما كنهضرلكش على الناس الاجانب اللي جات تخدم انا كان يعني كنعمم في الكل. هاد الناس هادو يعني خص حل وكما قلتي الاخ قلتي واحد النقطه هي اللي خلاتني نتدخل قلتي لهم خصكم تأطير. فهاد الناس الاخ ديالي قادين باش يديروا تأطير هادو راه ناس واعيين وفاهمين. انا حاورتهم وهضرت معاهم. لا ماشي قلت لهم ما فاهمينش التأطير يعني هادشي دابا باش ما تكون غير واحد القرطاسه خرجوها في القوا صافي. يعني الا ما كانش التأطير الا ما كاين المخاطب يعني حتى السلطات خصها شي مخاطب خصها شي شي بدون توجيه اتهام حتى شي واحد السي مشتاق. لا انا كنقول لك يعني القطاع القطاع صافي الله يرحمه انا بالفهم بشكل اخر وحنا يعني القضيه ديالو بغينا نحولوها قضيه راي عام. علاش؟ باش يعني المغاربه كاملين جميع المدن يتعاطفوا معاهم. الان مدينه فاس راه كتعاطف معاهم والنواحي خصنا يعني نزيدوا نبينوا الصوره ديال الناس. احنا البارح يعني اللايف ديالي اللي تعدى 92,000 مشاهده اللي تبعوه ورصدوه وحيدوه ليا باش ما نوصلش الرساله والمعاناه ديال العمال. احنا خصنا يعني الناس المسؤولين ديال الجهه يعني يتعاطفوا احنا نحسبوا تعاطف مع ذاك العمال والعاملات لانني انا جزء منهم وخدم يعني كان غير معاودين لي هاد الناس ونقدر يكون شكوك ولا انا عشت معهم الاخ ديالي في الضيعات تما وخدمت وتا انا راني حاصل على الاجازه في القانون وعارف شنو كاين ومشيت نخدم على اساس بوست عطاوني بوست وماشي مشكل قلنا الراجل كيخدم هانيه وخدمنا معهم الاخ واكتشفنا ان كاينه محسوبيه كاينه زبونيه كاين سب كاين قذف كاين شتم كاين يعني كاينين تما موظفين اشباح كيشدوا 7000 8000 درهم كيشدوا 30,000 حتى 20,000 درهم بالوثائق ديال البريمات في السنه. السوايع الاضافيه ديال العمال ما كيتخلصوش فيهم الاخ ديالي وراه كاينين الدراري تما يجيبوا الكليبيتان ديال الخلاص. البريمات ما كيتخلصوش فيهم.
كاين داخل البيعات كاينه كما قلت لك محسوبيه، كاين 50 كيلو ديال العطاش، كاينين الناس ديالهم كيديروا غير 14 كيلو 15 ويخرجوهم مع 10، والعامل المغلوب على امره كيبقى تما حتى 3 4. حنا تنطالبوا من السلطات يعني المعنيه والعليا في البلاد تما بجهه السوس ماسة. شكرا الناس يعني بواحد القلب. شكرا وتحياتي لكم. شكرا لك شكرا لك وعاش جهه السوس ماسة، وان شاء الله غتحقق المطالب باذن الله تعالى. شكرا شكرا لك على هذه المداخله ديالك. سي يونس بغيتي دير شي مداخله؟ ايه على حساب القضيه اللي كانت قويه. الناس اللي معنا في المباشر شويه ديال البارطاج عافاكم، شويه عاونونا بالبارطاج باش اللايف يوصل، الله يجازيكم بخير، عاونونا بالبارطاج والتعليقات يعني كما كانت التعليقات كما تكون التعليقات، التعليقات كيطلع بها اللايف ان شاء الله باش توصلوا الكلمه ديالكم، حيت اللايف كاينين شي محسنين الله يجازيهم بالخير كيدير خدمتهم، حيت كل واحد كيدير خدمته. بالنسبه لواحد القضيه الاخ مصطفى. القضيه ديال كانت في الاول راه مشينا على اساس ما غاديش نديروا مظاهره، لان شكون اللي دار مظاهره؟ باش نكون واقعيين، اللي بدا المظاهره هما النساء. شكون اللي حرك هاد النساء؟ كان علينا نسولوا هذا السؤال اللي هو مهم، شكون اللي حرك هاد النساء؟ قلبنا ولقينا اللي حرك هاد النساء هو القهر. هاد السيد اللي سميتو القهر هو اللي حرك هاد الناس وقال لهم سيروا دويوا على حقكم بكل سلمية. فعلا هاد النساء ناضوا نهضة رجل واحد، وكاينين النساء اللي شناهم ما كتمولهم لا نقابة، ما كتمولهم لا جمعية، ما كيخلعهم أي واحد، كيخلعهم الله سبحانه وتعالى. وقفوا وصلوا الصوت ديالهم على حسب المسيرة ديال المظاهرة اللي كانت فيها سميتو، لأن هاد النساء العقلية ديالهم واش قالت لهم؟ قالت لهم بأنكم إلا بغيتو توصلوا الصوت ديالكم خاصكم تمشيو للعمالة، لأن العامل هو اللي مكلف طبعا بالمسائل ديالو. ومشاو باش يوصلوا السيادات العامل اللي كاين في بيكرا ولا المقر ديالو في بيكرا، وبقاو تما كينددوا وكيقولوا توصلوا الميساج ديالهم ما طراش شي حاجه حدا العماله، لان باش واخا نسمعوا هذا المتصل اخويا ان شاء الله. مرحبا اوف مرحبا. السلام عليكم. انا مساء الخير. مرحبا. السلام عليكم. مساء الخير. مرحبا. اهلا بخير. الله يبارك فيك. عندي بشي مزيان الحمد لله. الحمد لله. سير غير اللي اتصل يجزيكم بخير، يحاول يقتصر وما يعيش هنا حتى يوجد داكشي اللي غايقول. ودقيقه عيد دابا بحال هذاك السيد قبيله كيهضر بزاف سي مشترك، واخا الهضره ديالو عندها الافاده ولكن ما قل ودل. سير بالنسبه لواحد القضيه سي مصطفى، تكلمنا على الاوضاع وتكلمنا على المسائل الامس وبدينا واحد المقدمه ديال هذه المسائل، ولكن في هذا البرنامج الشيق ديالك جينا نبحثوا على حلول كيفاش هاد الناس نقدروا نطلعوا شويه من الكرامه ديالهم، كيفاش هاد الناس نقدروا نتعاونوا معاهم وننهضوا شويه بالاسره المغربيه اللي ولات في الحضيض واللي بقى لها وقيلة من هنا للمونديال راه الشعب المغربي كله يموت. هذا الشيء اللي كيبان لي انا، هذه مجرد فكره. لا 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 اشهد ان الاخ مصطفى مشكور اللي كما تيقلبوا على ما يتحاوروا. انا بغيت نعرف السي مصطفى شكون اللي جا في هذه اليومين ديال مسيره الاحتجاجات السلميه، شكون هذا المسؤول ديال الجهه؟ دابا راه غادي تكون شوف دابا راه يلاه قلتوا بسم الله هذه يلاه واحد اليومين. السي مصطفى احنا غير شوف كنحطوا الامور يعني كنحطوا نقاط على الحروف. البارح واليوم كنا في الاحتجاجات من الصباح كنفيقوا حنا في 3-4 باقي يعني حتى التيسير ديال الاحتجاج، وحتى انا دوك الناس اللي كيقولوا عليهم يعني مشاغبين هرسوا داروا، حنا ما عندناش علم بهم واش هم جواسيس يعني داروهم وسط المظاهره باش يفشوها، داروهم وسط يعني مثل الاحتجاج السلميه، حنا ما عندناش علم. حنا الامن هضر معنا مشكور قال لنا ما تقيتوش اماكن، هما تيشرحوا لنا الدستور فصل 25-26 تيشرحوا لينا مشكورين، ولكن هما راه عارفين شنو كاين. اي واحد خالف الدستور راه كيتعاقب، نكون انا ولا هذا اي واحد خالف الدستور الا في حاله الا كان ما عارفش
راه الحمد لله رجال الامن ما تيتعاملوش يعني يعني بشي دوله بقوه ولا بغبار كيشرحوا للعيالات كيقول لهم اش كيقول الدستور احترموا القوانين وهضروا على حقكم راه من حقكم الفصل 25 راه كيخولك حريه التعبير. حنا بغينا غير شي مسؤول شي مسؤول يجي كيف ما بغى يكون يصيفطونا غير رئيس المجلس البلدي يصيفطوا غير شي واحد نهضروا معاه نقول له شوكي ولا قال لك اعطوني. لا المنتخبين ما عندهمش دخل شكون صيفط لك رئيس البلديه ولا النائب ديالو ما عندوش دخل هو في النقابه او كاين السلطه وكاين القطاع الوصيلي هو الفلاحه الناس ديال الفلاحه والسلطة السلطه اما المنتخبين اش غيقول لك المنتخب ما عنده دخل بك ولا رئيس البلديه ولا النائب ديالو ولا رئيس الجمعيه الكميتيه وسيط ما عندناش ذاك الوسيط اصلا الجمعيه هي اللي خاصها تبنى الحراك المظاهره هي اللي خاصها تبناها راه يستحيل يعني كيف يعقل ان جمعيه حقوق الانسان فرع شتوكا يعني كاين اقليم ديال شتوكا نمشيو عندها واش هي نعسه ما عندهاش علم راه ديال المكتب ديالو راه في حدا العمل يعني الجمعيه حقوق الانسان اللي دار السي عزيز غايدر الفرع ديالها في اقليم شتوكا راه الرئيس ديالها معروف راه حدا العماله الجمعيات الحقوق حنا نهضروا بالمفهوم ديال الجمعيات يعني القانون ديال 150 المفهوم ديال الجمعيات الجمعيات اللي تديروا مهرجانات جمعيه دير مهرجان ديال يعني ديال موجون الرقص راه توفر ليها كل شيء بينما مظاهره ما لقينا حتى باف نقول الناس بغينا باف مول ما حد يقول لك ما كاين لك السلطه تعتقني انت بغيتي دير شي حاجه خارقه للقانون يعني مع العلم مصطفى السميح مع العلم ان نسبه حنا عارفين شي هاد السوسكه تغطي 8% من التراب الوطني يعني خضروات لا كتغطي 8% المساحه ديالها المساحه ديال الجهه وفيها نسبه 43% ديال حسب التقرير ديال المندوبيه الساميه ديال التخطيط 2021 راه عندك السي مصطفى 43% ديال الجهه وانا كنهضروا على الاميه بمفهوم تقليدي ما عارفش يقرا ولا يكتب خلي عليك المفهوم العصري ديال استعمال الاجهزه الالكترونيه والاجهزه التكنولوجيه راه كنهضروا على ما يزيد جهه في الاحصائيه ديال 2024 في احصائيه 2024 وصلت يعني الكثافه السكانيه ديالها تقريبا 3 مليون 2 مليون 8000 وشي حاجه يعني تقريبا قلنا 3 مليون عندك 2 مليون منهم اميه السي مصطفى اشنو 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 يعني اشنو غادي تجيك 2 مليون امي حنا ماشي كنقول ما واعيش كاين اللي امي واعي ولكن انت عندك 2 مليون شخص في جهه امي بالفهم التقليدي ما كيعرفش يقرا ولا يكتب يعني الى اين حنا كنهضرو غير على وهذا هو السبب الوحيد اللي خلى العامل يعني الفلاحي يخرج يدوي على راسو بدون نقابات او مفتش الشغل اللي فقدوا نسمعوا نسمعوا الناس اللي اتصلوا ولكن اللي صفتوا الاوديو ديالهم ولكن ان شاء الله الناس اللي معنا في المباشر راه يجيكم بخير شويه ديال البارطاج البارطاج عافاكم باش توصلوا الصوت ديالكم ان شاء الله مرحبا تحيه الاخوان المناضلين تحيه الاخ الصحفي مشكور تحيه الاخ يونس والاخ عمر والاخ جامع من هذا المنبر اللي كيوصلوا صوت العامل على خاطره عطينا الساعة ديك الساعة تقريبا فيها شي 12 دقيقة ولا شنو هو يمكن خلوش يكمل حتى ديك الساعة وعطينا ديك الساعة ديال الغداء على عين هو داكشي اللي قلتو في البدايه ديال المداخلات ديالكم يعني باين ان شاء الله غير كما قلنا باش اللي يبغى يصيفط شي اوديو ولا كذا يكون مختصر يعني جوج دقائق ولا ثلاث دقائق ديال الاوديو راه 60 ثانيه او اقل كاين واحد المشكل اخر اللي هو مشكل كبير انه ناس كتعرض لحوادث الشغل وكتوقع ليها اعاقه من السلامه وكيمشيو ليهم كاين اللي مشاو ليه صباعو كاين اللي مشات ليه يدو كله كيفاش وقع ليه ومن بعد كيفصلوا على العمل نهائيا بلا تعويض بلا كيما تي دور الاخوان كاملين بدون كرامه بدون هادشي راه بزاف هادشي راه كيضر في الخاطر بزاف هادشي راه بزاف على الظلم هادشي راه شي حاجه فاتت الظلم انه على ما كانش شكرا لكم في ضربي باش غير دابا غادي نتحولوا للمحطه المستقبليه دابا هضرنا على اليوم يعني المطالب راه باينه والاسباب راه باينه وكذا يعني بغينا محطه النضاليه القادمه وهذا الشيء كما قلنا
هادشي خص لي طرا اليوم خصنا ما يتعاودش، هادشي خص تردو البال، وحاولوا ما تكثروش في الزناقي، عاد إلا كتكثروا في الزناقي راه غالبا غادي يكونوا مهندسين. ديروا المحور ديالكم ترسيوه، ما تفوتوا زنقة ولا جوج، حيت الهدف هو توصلوا الميساج، ماشي دير المظاهرة نهار كامل كما سمعتوا راه من 4 د الصباح، من 4 د الصباح عفوا حتى 12 ديال النهار. وشحال هذيك فين غادي؟ راه داك الشيء راه ما تيفوتش واحد الساعة د المكانة، هي الكثيرة واحد الوقفة ولا كذا كتكون ساعة د المكانة ومحدودة مأطرة ويكون مقادة توصل الميساج ديالك، حيت داك الشيء دابا كيما تيكثر تتكون الدوخ هذا كيكون المهندسين كيكون هذا ودخل هذا السنقة صافي هرب هذا وهرب وجرى صافي كتكون الفوضى كتكون شي حاجة أخرى. داك الشيء يكون منظم جزاكم بخير، ماشي كنعاود لكم التربية كما قال واحد في التعليق، ماشي كنعاود لكم التربية غير داك الشيء كما قلت لكم، تلقطوا الرصاصة ما تلقاهاش في الخوا كما قلت راه ما تمشيش. بالنسبة لك كاين مشى داك الشيء يعطيو لي فوضى راه صافي، داك الشيء يكون مأطر، تكون مثلا بداية من نقطة أ والنهاية في النقطة ب، واحد التاريخ مثلا جايين من طريق السبت حتى العمالة واحد ساعة ديال المكانة وتفرق الشوقة راه الميساج وصل، إوا دخل هاد الزنقة خرج الحديد خفي صافي كما قلت راه كيدخل الدراري الآخرين كيدخلوا القاصرين كيدخل شي واحد كما قلت جاي عنده هو عنده خلفية أخرى، جاي هو كاع ما بغى يسرق ما خدام ما خدام ما والو، هو بغى يسرق كما قلنا وبغى يستغل ذاك الفوضى وبغى الدور ما بغاتش الفوضى. داك الشيء نتوما اللي كتأطروا هاد الوقفة ديالكم ولا هاد المطالب ديالكم، داك الشيء يكون أطر الناس يوصلوهم الميساج اللي راه ما عندناش شي هدف اخر من غير الرساله ديالنا توصل، ولكن كما قلت لك كتكثر في الزناقي زيد هنا دخل هنا صافي بلا ما نعاودو كذاك الشيء يكون مأثر البدايه من النقطه ديال الموقف مثلا والنهايه حدا العماله ولا حدا كذا في واحد الساعه ديال المكانه ولا ساونس وتفرقوا راه صافي راه الميساج وصل، عوض ما وصل داك الشيء الفوضى والمدابسه والمخاصمه ممكن يكون تما التحرش بنيو جبداك وهذا والسبان وصافي والمدابسه حتى تكون الاعتقالات والسلطه راه تخدموا كل شيء، تخدموا حتى السلطه ديال برا ديال الاقليم دابا راه جاو لكم حتى السلطه برا الاقليم راه جايه البارح جايه صافي. واحد النقطه جزاك الله خير، انا باش نوصل الميساج للسلطه يعني باش يوصل يعني الرسالة اللي بغاو يوصلوها عمال وعاملات الدعات الفلاحية جهات سوسي الجهات المعنية راه ماشي ساعة غادي توصلهم الميساج في ساعة. حنا غادي نهضرو واش هما ناعسين على ودك؟ لا حنا غادي نهضرو إلا درتي ساعة واحد النهار ورجعتي للدار هذا ما كيعنيش أن الميساج وصل، لأن أنت كنعرفو حنا الميساج وصل نهار كتحقق المطالب. أما مسألة تخريب الصين الفضاء غنمشي معاك بعيد شوية، فرنسا اللي متقدمة علينا سنوات فيها تخريب راه فيها تخريب، علاش شنو اللي يجي شنو وقع فيه؟ حنا النوايا ديالك شوف النوايا ديالك ما يكون فيها تخريب، لا سي مصطفى ماشي كنساعدوا على التخريب، لا اولا هذا لا قلنا لا هي الشغل هذه معروفه، ولكن ضروري هذا الحوايج وعلاش ما كانش كروب الان؟ واخا نسمعوا هذا المتصل ونعاودوا نكملوا حيت بغينا نشاركوا النقاش مع الناس ديال برا البرنامج. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يبارك فيك، مرحبا. الله يحفظك، لو ما نطوح لك السيري دار بيت نوجه واحد التحية من الإخوان. مرحبا. وبيت نوجه عندي جوج أسئلة بيت نوجه للأخي. بالنسبة للسؤال الأول بين نسولهم واش كان شي جهة اللي كتبناهم ولا غيبقاو هما يعني غيبقى تبقى المظاهرة بشكل عشوائي يعني ما كتبنا حتى شي جهة. والسؤال الثاني يعني هاد المسؤولين إلا جاب الله غيتحاوروا مع من غادي يتحاوروا؟ واش كاين شي واش من جهة مع من غيتحاوروا بالضبط؟ هذا هو السؤال ديال الاخرين. ربما الاسئله ديالك راه طرحناه في النقاش يعني راه كنت معتي معنا النقاش راه طرحوه ولكن غيجاوبك ان شاء الله. فمرحبا لكم معنا في المباشر وبارطاج عفاكم باش الله يبغي يطلع واللي عنده شي تساؤل بحال هكا راه الخط مفتوح انا راه حطيناه لكم ولا يصيفط غير الاوديو في الميساج وحول الاوديو عاوتاني كما قلنا يونس وجامع وذاكره تتعرفوهم ديما كنشكروا يونس وكنشكروا دغيا 30 ثانية ولا بحال كيما قال السيد 30 ثانية 25 ثانية وصلتي المعنى عوض ما تصنتو شحال حنا نتا غادي نوصلو داك المعنى اللي بغيتي توصل. كمل السي مصطفى، حنا يعني كيما كتعرف الاحتجاج باقي مفتوح، المظاهرات السينما باقي مفتوح، كاين غدا وثاني كاين ان شاء الله عندكم الترخيص ديالها عندكم الترخيص شوف الفصل 25 السي مصطفى عطاك حرية التعبير الا بغيتي ايوا ولكن ما عطاكش حرية الفوضى الا الفوضى
كاين دابا السي مصطفى علاش كناخذ على قضيه الفوضى علاش كنمشيو ضد المواطن علاش ما نسيروش القانون بما هو مكتوب بما هو مشرع قال لك القانون الفصل ايوا ولكن مشي بالهضره ديالك مشي بالهضره ديالك ديروا التاثير ديروا التاثير ما كاين انا احنا السي مصطفى اليوم ما حضرتيش السي مصطفى ايوا ولكن داكشي اللي شفت في الفيديو ما حضرتش معكم ولكن دابا اللي شفت في الفيديو ها هما شادين الطريقه الرئيسيه هما شادين الطريق ديال الكوليج هما شادين الطريق ديال التوامه او انا داكشي راه مشتت الحجه ديال الحضره السي مصطفى كتغلب الحجه ديال دار الفيديو هو الدليل كاين الفيديو في موقع التواصل الاجتماعي ماشي دائما واش مشى مع الحفره شي ما مشى للتوا ماشي مشى اسمع وحنا مع العشره واش نهضروا مع واحد من القوات المساعده نهضروا مع ضابط نقول له جا سي الضابط تحاور معاه بغينا غير معاه نتحاوروا حنا قلنا لهم عطيونا واحد راه قلناها راه الفيديو غادي يعطيك القرار شكون يقول لك شكون انتم هذا هو الاشكاليه ما كاينش جهاز تاثير وزاره دابا السي مصطفى سمعني كون عطاونا جمعيه مثلا انا نهضر باسم الجمعيه كون جات نقابه تقول لك اجيو نخرطوا هضروا نمشيو نخرطوا دابا واش يعطيونا نقابه انا شوف حنا راه كنا دابا يعطيونا نقابه حنا يعطيونا غير جمعيه ديال حقوق الاجير ومستعدين ياك الجمعيه ديال حقوق الاجير ما كتكلف 12 ساعه يكون الاخبار يكون الجمعه العام تكون لجنه تحضيريه وتقول لاي حد واخا راه معنا واحد السيد دابا من اي تعميره حيت التعميره مازال ما هضرناش على فراسي مصطفى حنا مازال ما طلعناش على مازال كاع ما هضرنا على اي تعميره على حيت هي موضوع اخر ديال اي تعميره وسيدي بيبي وذاك المحور اخر ديال ديك البلاصه اخرى بوحدها يعني خاصها برنامج اخر ماشي غير كنهضروا على بلاصتو نتاع عند جوج ديال الاميه كيف غادي تتاثر واخا نسمع السيد السلام عليكم تحيه ليك تحية للإخوان الأخ عمار والأخ يونس على الغيرة ديالهم على العمال وعلى العاملات وعلى الوعي ديالهم في القطاع. أنا عندي الأخ مصطفى عندي يعني واحد التدخل قصير على المشكل ديال 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 الكونترا وعلى الخروقات اللي كتكون فيها. أنا شخصيا كنت خدام في واحد المكازا يعني ان هذيك الشركه ما كتعطيكش الكونترا ديالها كتعطيك بحال قلتي دايره التواطؤ مع ثلاثه تقريبا ديال الشركات مجهوله الاسم كيعطيوك الكونترا ديال دوك الشركات ماشي ديال نفس الشركه. ثانيا مشكل ديال التوقيت ان الناس مثلا اللي بعاد كيجيو مثلا مع 6 وما كيرجعوا حتى ل 6. شكرا نكمل ولا نخليو السيد يجاوب على داك السيد قال لك على شي تساؤلات ليك. غادي نجاوب على دوك التساؤلات وغادي نشوف القضيه اللي قال لان طرحتي واحد السؤال اخ مصطفى هو بانه ماذا بعد؟ انا السؤال بقى بالنسبه للسؤال الاول ديال السيد اللي قال اش قال فيه السيد؟ قال لك اودي شنو هي جهاز التقطير والمسؤوليه؟ جهاز التقطير يعني شكون غادي يخاطب هاد المسؤولين والجهات ديال يعني شكون اللي غادي يخاطب هاد المسؤول؟ راه غادي يخرج عند الناس وغادي يتخاطب معاهم يعني بصفه لان كما سبق وقلت النقابات ولا مفتي الشغل هاد الناس ما بقاوش كيثيقوا فيهم باش نكون واضح الثقه انعدمت مع هاد الناس لان شحال من عام النقابه ما تحركاتش الجمعيات الحقوقيه ما تحركوش مفتي الشغل راه عارفين المهمه من جهه العلم لله مهم هاد ثلاثه المسائل راه الناس ما بقاش كتثق فيها غير باش نكون واضحين لان يعني حيدات الثقه مع الناس. هاد المسؤول الا غادي يخرج عند هاد الناس ويدوي معاهم مباشره ويحط النقاط على الحروف ويقول لهم بان ثمنها كيفاش مرحبا ما كاينش هاد سميتو راه هاد الناس حتى هما غادي يوليو يهضروا قانونيا وغادي يقدموا الطعن ديالهم في هاد الوثيقه ديال الكونترا اللي قانونيا من حق اي واحد يقدم فيها طعن كان اجير يقدموا الطعن وتقدم الشكايات لمفتي الشغل الا بغى يخدم ما بغاش يخدم راه نقدموا به شكايات في الرباط لان كل اداره وعندها الاداره اللي فوق منها فبغى يخدم هذا السيد ما بغاش يخدم نقدموا فيه شكايات في الرباط ونقدموا المسائل ديالنا قانونيا. وبالنسبه للاخ مصطفى المظاهرات ما بغيناش تبقى لان المظاهرات ما بغيناش واحد التصادم ما بين الاجير والسلطه
السلطه التنفيذيه الله يحسن العوان دارت اكثر من جهده وتعاملت بواحد الاحترافيه وكنشكرهم لان بالخصوص بيورا ف لكم الشكر الشكر الجزيل لانهم حيدوا هذوك النماذج اللي كانوا بغا يخسروا هذا الشيء وبغا يديروا الفتنه بدون واحد الشوشره وفي نفس اللحظه كيأطروا الناس اللي كيقول لهم اش ديروا اش ما ديروش اش ما. بالنسبه للسؤال الثاني اللي قالك زعما الا جاوا المسؤولين يخاطبوا شكون غادي يخاطب هذا راه هذا جاوبت عليه. وبالنسبه للقضيه راه قلتها ديال الطعن وبالنسبه للمقاطعه ديال الناس اللي ما خصهاش تخدم تحياتي لكم الاخوان راه هي المتصل اخوان بغيت نوصل واحد الرساله ديال العمال والعاملات يعني كاين تجاوزات داخل الضيعات هي اللي خلات هاد الناس باش يخرجوا يعني ويطالبوا بالحقوق ديالهم المشروعه يعني التجاوزات كتجلى في بزاف ديال الحويجات غنعطيوكم منها يعني غنختصروا كاين يعني منها كاين قذف كاين يعني سب كاين يعني حتى التعرض يعني ل ل ل ل ل يعني لشي حويجات كما تنقولوا جنسيه داخل الريبويات وداخل الضيعات وداخل المراحيض كيوقع في الضيعه يعني في الضيعه 103 من الشركه العملاقه قبل ما نسميو لجنتك بخير اسم الشركه كان السي مصطفى غير باش نعطي واحد الخلاصه ان شاء الله باش تكون القضيه مفهومه وشامله. حنا السي مصطفى كيف ما قلت لك عندنا مشكل ديال الاميه يعني انت راك تقول لي خاصك تاثر واحد يعني ازيد من 100,000 عامل كيخدم في الضيعات الفلاحيه ازيد من 70,000 ضيعه يعني على حسب الاحصاء راه عندك 70,000 تقريبا سوس الاراضي الصالحه للزراعه هذه كنختصوا بهم غير اللي كيكونوا في البيوت البلاستيكيه غير الاراضي الاخرى اللي تيكون فيها القمح والحوامض الى غير ذلك. هنا الميساج الحمد لله كان حول مصطفى التي هي احسن ويوصل واحد السلاسه وهاد الناس اللي كيطالبوا بغاو الناس اللي يهضروا مع الجهات المعنيه حنا مستعدين حنا غدا غنكونوا ان شاء الله غنكونوا في قرب الحدث يجيو يخاطبونا راه الا خاطبوا ذوك العمال كاملين اللي دايرين اللي كيقولوا شعارات وكيهتفوا وكينهضوا على الحقوق ديالهم هذوك راه كاملين هذوك راه كاملين يعني ديال التواصل ديال غير يفتحوا معنا حوار ولكن انا بغا دابا شوف دابا اي واحد غادي تقول ليه الفكره غايقول لك دير جهاز التاثير ديالك قول لي شكون غادي نخاطب تقول لي جينا حنا راه كنهضروا بالسميه ديال باقي العمال هذيك راه ما كايناش في القانون ماشي بسميه العمال حنا مازال ما تعطيناش شي تفويض ولا عندنا نقابه مثلا باش خدموا على هذه النقطه ديال الجمعيه والنقطه ديال الهيئه ديالكم هذه هو اي واحد غادي يتذكر معاه ولا غادي يهضر معاه في الموضوع يقول لك دير التاثير ديالكم كاين اللي كيهضر في الصف راه وصلنا راه قلنا لك شي وحنا غير مع سبلاسيون وحنا مع موظف مكتب يعني كي تيقولوا الغرم وحنا مع الشيخ والمخدم اما باش نمشيو للمصالح اللي يخدم المصالح الاداريه العليا ما لقيناهاش لا بالنسبه للمقهى حتى المقهى ديال اللي كتدير المقهى ديال القاعه ديال شيد اللي كنا شتينا ديال المقهى ديال شيد لا بلا ما تسبيش اللي كتدير من الاماكن المحظور فيها الجمع العام وحنا عارفين في القانون ديال التجمعات ديال الاماكن العامه راه جائز انك تكون في قانون التاسيس انك دير الجمع العام في القاعه ديالها اللي كتدير خاصكم تمشيو للمقهى الحكومي مشينا عند سعاده الباشا مشيت عنده شخصيا انا وسي يونس قلنا له بغينا شي مقهى نديرو الجمع العام قال لك ما تنعطيش عندي المكتب صغير مشينا لدار الشباب قال لك تصلح مشينا لدار الثقافه قال لك تصلح مشينا لواحد الجمعيه حقوقيه قلنا لها كتبت ليها انا طرف اختي يعني كتبت ليها قلت لها ودي بغينا جمع وكان عندهم ديك النهار كان عندهم واحد يعني كان عندهم واحد كان عندهم واحد اجتماع ديال مكتب الموسية كيما هو طلب ها هي النمر الى قبلوا الاعضاء اتصل بيا ندير الاخبار اما ما تلقيتش جواب يعني فين كان غادي هذا الجمع عام على اي نتمنوا ان شاء الله تحقق المطالب ديالكم حيت دابا راه 50 دقيقه وصلنا ما بغيناش عاود ثاني نكثروا حيت ما قل لا وذل الميساج راه وصل كما تنقولوا الرساله وصلت غير دابا الله يجزيكم بخير هذا الشيء اللي طرا اليوم ما يعاودش حيت دابا كما قلنا حيت كما قلنا ديك القرطاسه ديالكم ما تضر في الخوض وترجعوا خاويين اللي فيض حيت غادي تكون فوضى غاشدوا شي وحدين ديالكم او تاني غادي يطلبوا غير اطلاق الصراع ديال الناس كاع ما بقيناش بغينا السيادات ما بغينا والو السيد دابا خلى ولادو ولا خلى مو ولا خلى كذا
ما يكون مطالب اخرى وهذا الشيء كامل حتى واحد بيبغي للرسول كاملنا مواطنين ما ترجع طالب غير ما هذا هذاك الشيء ما يتعاوش يكون تاثير وديك الخرجه كما قلت لك ديالكم غادي تكون عاوتاني حيت قلتي غادي تكون مطره ما غير مطره حدد لها الاهداف ديالها غادي نترقوا من البلاصه الفلانيه والنقطه النهائيه ديالها البلاصه الفلانيه ماشي غادي نجاوبوا الازقه من 4 الصباح حتى 12 ديال النهار راه ولا الجوج راه ماشي ولا حتى 10 ما يمكنلكش ديالكم يكون محدود باش كما قلت لك الميساج راه غادي يوصل الميساج غادي يوصل هذه مسيره نظريه شحال من واحد جا قبل منكم راه وصل الكلمه ديالو ولا الرساله ديالو ولكن ما عمرها كتوصل بالفوضى وداك الشيء كما قلت دخل هذه الزنقه يعني كاين عنده اهداف اخرى كاين عنده اهداف ديال السرقه كان بغى يغسل لكم اللعب بغى يغسل لكم اللعب جاي هو ما بغى نرول لهم داك الشيء جا انت جيتي باش دير كذا هو مشى يحل السيارات ديال بنادم تيبغي يسرق تيبغي كذا يعني باش تكون رسائل اخرى داك الشيء كما قلت لك حدد لي الاهداف ديالك غنطلقوا من هنا وغنساليو هنا ساعه ولا ساعه ونص ما قالنا ساعتين كاع ساعتين كاع هي الكثيره كل واحد يتفرقوا الخدمه بمجرد انكم وقفتوا الخدمه راه هذا راه ميساج كبير مجرد وقفتي الخدمه راه اكبر ميساج هو ملي وقفتي الخدمه ماشي انت زيد من هنا وزيد من هنا وزيد انت كما قلتي لي واخا ما حضرت لكم الصباح ولكن الفيديو راه شفتو راه كاين واحد الجريده اللي جزاها بخير هادشي ساعتين ولا ثلاثه السوايع ديال الله يعني مشى معكم بعيد راه صبر معكم نيت يعني وصلك تقريبا نقل الصور كامله كتشوف الزنقه هما دخلوا التومه هما دخلوا الحفره ديال اللي حسنوا عليها هما دخلوا طريق السوق هما مشاو طريق الكوليج هما كلهم القاصرين هذوك علاش راه قلت لك كاين اللي غيستغل داك الشيء كاين اللي جاي باش يستغل داك الشيء باش يكون الفوضى يتسرق وهذا هو كاين اللي شنو تنقولوا انت راه كمي صغير انت راه في الجيش لو قلت لا تروي انت في الحدث قال انت ما عنده لا هدف ما يسرق ما والو نسمعوا هذا السيد ان شاء الله الو السلام عليكم مساء الخير مرحبا عليكم السلام ورحمة الله السيد لاباس بخير هانية لاباس عليكم الحمد لله محمد فهمي مرحبا السي محمد كان هدر معكم في الصفة الجامعوية مرحبا السي محمد أولا هذا النضال ديال العمال ما يمكنناش ندخلوا فيه كاين الحريات النقابية في البلاد عندنا ولكن اللي ما كيصرف هذا الذي لا يصرف هذا لا يشرف الحال لا يشرف ولا لا يصرف لا يصرف هذا الحراك هو انه لا يصرف ما منظمش هادشي اللي تنقولوا ما منظمش اساسا وحنا حنا دابا راه الناس خايفين على ولادهم خايفين على واحد الغرج اللي وقع وسميتو راه ما يمكنش يكون النضال بهذيك الطريقه راه العمال كان احترموهم وعلى الراس والعين ولكن المسائل يكونوا مأطرة نضاليا ويكونوا بعد البيانات في الاول تبناهم النقابات وكذا باش يحسوا قبل ما يكون الاحتجاج قبل ما يكون حتى شي حاجه راه يوصلوا الناس الرساله عبر النقابات اللي كيأطر على القانون والجمعيات ملي ما كيستجبوش شكون كيخطبوا هاد الناس دابا راه كل مجموعه من العمال عندهم الشركه ديالهم وعندهم الضيعه ديالهم على الاقل كان مجموعه ديال الشركه الفلانيه اضراب غير راضون على الاوضاع ولكن يعمموا كلشي جميع العمال يقولوا بان راه هاد العمال فيهم فئات فيهم السرابسيه فيهم العطاشه فيهم ديال التلفيف فيهم كلشي ما غاديش نعمموا كلشي نقولوا راه 80 درهم باش خدامين جميع العمال في القطاع الزراعي راه هما فيهم الشيفان فيهم الكبرانات فيهم كذا نكونوا منطقيين شويه راه كاين العطاش دابا اللي كيصور اكثر من 80 درهم كاين العطاش اللي كيوصل 250 درهم 300 درهم في النهار على حساب العطاش اللي كيجبد وكاين اللي ما قد على العطاش قال لك اودي انا بغيت غير السيرفيس ونمشي فيه كاش راه المجتمع دابا راه واعي وكيسولوا الناس المطالب ديال هاد الناس 80 كنطلقوا حنا 80 درهم وبغينا 150 درهم واش هاد القطاع الفلاحي بهاد الوضعيه اللي كاينه حاليا واش قد باش يخلص لهاد الناس 150 درهم راه حتى الفلاحه ملي غادي راه هضرنا مع شي فلاحه في هاد الايام قال لك اودي على مطيشه شحال كدير دابا في السوق راه كدير يمكن درهم ولا اقل من درهم الكيلو غادي تقولوا لي
الرفد عام، وكنت قد القطاع الفلاحي واش قاد في بلادنا على 150 درهم لكل واحد. انا ما كان دافع على الفلاح، ولكن كان دافع على استمراريه هذا القطاع. الى وركتي على الفلاح اليوم ولا غدا اش غادي يدير حتى هو؟ غادي يجي يشوف شي مستثمر ويكري ليه ديك الارض ويرجع للور، حتى تولي الفلاحه ديالنا رهينه بالمستثمر ديال برا. كتعرف المستثمر ديال برا راه ما كيمولش ليك في السوق الداخلي، كيدير مسائل كاع ما كاينه على السوق الداخلي. اذا حتى العميل ملي غادي يجي يطلب المسائل ديال يوصل رساله، عرفنا 80 درهم ولا حتى 100 درهم ولا ديك 150 درهم، حياك حتى 150 درهم اللي كيطلبوا بها. الى جينا المعيشه اللي هي معيشه اللي كيقولوا حتى انا بغيت ندير كذا، حتى انا بغيت ندير كذا، حتى انا بغيت ندير كذا، راه حتى هي ما كتوصل فين. ولكن الناس كيديروا العامرات الخاويه كما كيقولوا، ما يمكنش البلاد تسكر بهذه الطريقه. شكرا شكرا سي فهمي، الرساله وصلت. ونضرب الحجر يسيء لنا هادشي احنا دابا، راه داكشي اللي قلنا لهم، قلنا لهم اودي خص يكون واحد الطير وهادشي يكون محدود واحد ساعه ولا ساعه ونص ديال المكانه، ساعتين كاع. ما يمكنش حتى دير الاحتجاج في الموقع. علاش ما يمكنش؟ علاش اسمح لي دير الاحتجاج في الشركه ديالها. اسمح لي الشيخ باش نقاطع، علاش ما يمكنش؟ لا باش نقاطع وندير واحد الحوار بيننا. غادي نشوفوا غير جابوها. شكرا السي فهمي، الرساله وصلت، نتمنى ان شاء الله. شكرا بزاف، شكرا. يعني كما قلنا غير داك الشيء، حيت دابا المشكله كتجي فوق الوقيته ديال الدخول الدراسي، الدخول ديال 8 ديال الصباح، الدراري الصغار تيخرجوا مالين المواطنين دابا كل واحد تيخرج الدري ديالو ديال 6 سنين، من 6 سنين حتى 18 عام خرج للمدرسه. دابا كيجي الدري الصغير كيتلقى داك الهرج وداك الشيء، نورمالمون غادي يخاف حيت ما عرفش شنو وقع. دفعني وندفعك، ممكن يتضرب، ممكن يتسرق كاع، راه ممكن يتسرق. كان كما قلت لك كاين اللي جا عنده النوايا خبيثة، يجي ويهز الدري ديال شي واحد اخر يغبرو. راه اسمعني، راه الفوضى، اسمح لي، راه السيد راه عنده الحق. لا بلاتي انا عقب على هاد القضية، لأن شفت. فبالنسبة للترونسبور ديال الدري الصغار فراه داز وسط هاد الناس هادو، وما كانش اللي دوا معاه. ويجيب لي خرق واحد كاين في القانون بانه تمس شي بنكة ولا تمس شي مول حانوت ولا تمس. راه ما بغيناهش يتمس، قلنا ليك هذا الشيء الا استمر معاك راه كاين هو اللي غادي يجي غادي يستغل لكم داك الشيء. كاين السلطه التنفيذيه واش انت بغيتي نجيبهم من الرباط؟ راه دابا جابوا السلطه من اكادير، السلطه من اكادير دابا تبنى هذاك الشيء. بالنسبه للمظاهرات راه ما غاديش تستمر، راه تقدر كاع ما تكونش غدا على حسب المهم دابا راه قلت لك اكبر ميساج هو من اللي وقفتوا الخدمه، راه هذاك اكبر ميساج. هضر ماشي مشكل قال لك هو فاعل جعاوي، راه بايع المارش. لا ما نهضرش السياس على بايع المارش، نهضروا على الفلاح. هو سيقول الفلاح، وانا هاد كنسميهم دي بوان نوار، ولكن حنا ما كنخافوش غير من الله. الحاجه اللي جايه مرحبا بها، حتى انا فاعل جمعوي وعضو في الشبكه المغربيه لحقوق الانسان ومحاربه الفساد ديال الفرع ديال هذا السي بالكابو، جزاه الله خير، في القصيبه ديال موحى وسعيد اقليم بني ملا. الفلاح السي محمد تتمنى تكون كتسمعني في هذا الوقت، يسمعك. ونعطيك شي احصائيات، وديك الساعه جينا انا بغيت نهضروا بالتقارير ديال المندوبيه الساميه ديال التخطيط، ونجيو عند السي مصطفى نهضروا غير من مركوب ونور. لا انا ندير معاه مناظره، ما عنديش مشكل. اذا كان فاعل جمعوي وكيتحدث بهذه الصيغه على العامل الفلاحي فهو لا يمثل اي صفه جمعويه ضد العامل. ما غاديش نقول ضد العامل، هذا فاش ضد العامل؟ نقول لك ضد العامل. الشركات الاجنبيه المستثمره في المغرب السي محمد، شركات اجنبيه لا تحظى بالانتاج المحلي ديال المحلي الوطني. وغنقول لك علاش، انت جايب لي شركه اجنبيه دولة اسبانيا لحد الان كدير تقنين في الفراوله في الرازبيري والبيبيري، في التوت الازرق وفي التوت الاحمر وفي الفراوله توت الارض فريز في الجنوب الاسباني من 2016، وهو تيقنن هاد الفلاحه لانها كتستنزف الفرشه المائيه. ليكن في علمك السي محمد فهمي ان جهه سوس مسب بوحدها كتستهلك 93%، يعني هي المستهلك الوحيد والاول من 100 جهات ديال الفرشه المائيه، والتصدير ديالها كيفوت 89% من التصدير الوطني. باش تقول لك في راس السي محمد، وكيلو واحد من اللي يفروي غوش، يعني واخا كنغوت كنهضر بصوت عالي حيت قال لك الاخوان ما كاينش صوت، كيلو واحد من اللي يفروي غوش السي محمد كيخلص
كيخلص ديك النبته كامله من المشتل، يعني من ديك النبته اللي تسمى المشتل المواد الكيماويه، يعني حتى النتيف ديالها بالميكا ديالها بالدواء ديالها بكل شيء. ولا ما عندكش احصائيات، انا راه خدمت في 2016 خدمت في العريش، يعني خدمت في العريش عفوا في 2018 خدمت في العريش، وراه دوك تقارنيت انا دوك لي رابور فاش كيجيو دوك الدراري مساكين اللي تيديروا 16 في الفرويغوج، انا راه كنت كنعاونهم وعندي جميع الاحصائيات على الفرويغوج. يعني واحد الوقيته غادي الا كان الدكتور احمد وحمان تيقول لك في الكتاب المعروف ديالو الخراب على الابواب، حنا راه غنقولوا من هذا المنبر ديال السي مصطفى قال، يعني من المنبر ديال شتوكا تي في، ان المجاعه على الابواب. انت كدير ليا يعني كدير ليا لي فرويغوج كتستهلك الفرشه المائيه، واحد الوقيته غنلقى بطاطا ب 1000 ريال، غنلقى خيزو 600 ريال، واش كيلو ب 60 درهم ديال البلوبيري ديال التوت الازرق هو اللي غيوكل لي عائله ديال 12 14؟ نهضروا غير على الاستهلاك، يعني فقط الاستهلاك الفردي ديال المغرب. راه الجهه ديال شتوكا جات في المرتبه 10 من بين 12 جهه، راه 10 درهم اللي كيصور لهم في النهار عباد الله. وقال سي عزيز غالي رئيس الجمعيه لحقوق الانسان، قال لك راه الشهر ما تيدوش على المغرب حتى ما تيخلي فيه والو. على عين، شكرا سي عمر. سي عمر وكذلك سي جمع سي يونس، دابا قلتوا غدا ممكن وغير ممكن. في سلام، لان الناس دابا شوف، غير ما يمشي شي واحد غلط، انا ماشي ضد لا صراحه كنت انا ضدكم كاع ما نجيبكم انا غير يكون ما كانش المنبر ديالك حر، الله ما نجيبوش. انا غير واحد القضيه اللي قلت لك، داك الشيء اللي شفت في الفيديو، انا ما فقت ديك الوقيته باش انا نجي، ولكن كاين انترفيو اللي تيصوروا داك الشيء ديال الانفلات، دخل هاد الزنقه وخرج، راه كاملين نتوما براسكم راه قلتوا داك الشيء، راه ما قلنا ما كاينش، داك الشيء كما قلت لك كيكون تاثير الدراري تجمعوا في الموقف وكذا، راه ما غاديش نفوتوا مثلا الشارع الرئيسي، غادي نمشيو من هنا للعماله، حتى السلطه ديك الساعه راه ما غاديش، ما يمكنش السلطه تقيس كي انت الا احترمتي راسك، ولكن مجرد يكون فوضى راه السلطه الدور ديالها شنو الدور ديالها؟ من حقها، ولكن باش انت تدخل حفره دخل التوما، دخل الشاري، دخل السقه ديال الكولج، دخل وما توصلوش الوقيته ديال، واحترموا الوقيته ديال الخروج ديال الدراري ديال المدرسه، 8 8 حتى 9 خصها تحترم، حيت علاش كيما قلت لا غير سمعني، راه المواطنين راه بحال انت شي الدري ديالك الصغير ديال 6 سنين خرجتيه للمدرسه، خلي الناس ديال الترونسبور سكول، الناس ديال البريفي، هذاك ديال البريفي راه تجيبوا الطوموبيله من باب الدار حتى لباب المدرسه، خرجتيه من الدار ديالك بينه وبين المدرسه واحد 100 متر، هي القليله بينه وبين المدرسه 100 متر، ما كاين اللي بينه وبين المدرسه كيلومتر وشحال، خرجتيه جاي على رجليه هو وولد الجيران وكذا، تيتمشوا على رجليه شويه تفاجئوا ب واحد 200 ولا 300 ولا 400 واحد جايين جادين الطريق، راه غيدخل ممكن تكون فوضى، ممكن كما قلت لك شي واحد يسال، راه دير راسك براس دوك المواطنين، راه كنهضروا بسمية ماشي حنا ضد ديالكم، قلت لكم ودي شوف غير حاولوا تحترموا ديك الوقيته، يكون تأثير وتحترموا، شوف تحترموا ديك الوقيته، غير ما البلايصه ديال المدرسه راه باش شي زنقه ما عداش ولا شي 11 مدرسه ولا شي كما قلت لك ديك الوقيته ديال الخروج الدخول المدرسي ديال الدخول في 8 ديال الصباح حتى للتسعود، راه هذيك راه شويه راه كتخلع ولاد الناس، حيت خليه بلاد يتضامن معاك، خليه ما تعطيش لي بوان اللي كتمشي بلاد باش يكون ضد ديالك، خليه بلاد ماشي يتضامن معاك، المواطنين خليهم ماشي يتضامنوا معاك، داكشي كيما قلت لك يكون تأثير، كل انطلاقه من البلاصه اكس اللي هي الموقف اللي كيتجمعوا فيها كاع الخدام المساكن اللي يشوف من حالهم وديك الساعه حتى البقا ديالها. لا 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 حنا كاينين واش هي دابا هي كل واحد كيخرج كيدير داك الشيء قال لي راسو راه انت براس قلت لي كاين دخلاء يعني يقدروا يكونوا دخلاء وصفي انا قلت لك ما تخليش لهم الفرصه انت جد ديروا نقطه ديال الجامع نقطه شوف البلاصه الفلانيه ياك عندكم الجروبات ديال الواتساب كتواصلوا بيناتكم وهذا ولا ودي شوف انا غادي نتلاقاو في البلاصه الفلانيه الله يجازيكم بخير اللي ما جاش البلاصه الفلانيه راه ما محسوبش علينا قولوا هاد السلطه حنا عندنا سيدي النقطه اكس هي اللي كنتجمعوا فيها باش ما يجيش شي واحد يستغل كما قلت لك راه غير دوك الدخلاء ما يجيش شي واحد انا ماشي ضدك انا معاك ولكن ما تخلي المواطن حتى هو يتضامن معاك ما تخليش الفرصه لهذوك اللي بغاو يخسروا لكم الليل
راه كيما كنديرو مثلا ملي كنا صغار كتخرج الكره تلعبو جاي شي واحد بغا يخسر لك اللعب ما بغا يلعب لا مع هذا لا مع لاعبين ولا جمعوا ولا رخص لهم داك الشيء فهمت الفكره بغا يوصلها صح يجي شي واحد بغا يخسر لك غير اللعب انت ما عندك حتى هدف ما تخل ما تعطيهش الفرصه اضرب بيناتكم شوف وصيفطوا الميساج للسلطه حنا راه كنتجمعوا في النقطه اكس وري لي النقطه ما كاينش شي واحد ما دخلش ديك النقطه راه ما محسوبش علينا حنا غادي ندوزو في البلاصه الفلانيه اعطيه الخريطه فين غادي ندوز درنا في الصباح السي مصطفى اعطيه السلطه قول له ودي الناس ديالنا راه غادي ندوزو في الطريق الرئيسي ديال شارع الحسن شارع محمد الخامس اللي جاي من طريق قيتعميره وشارع الحسن الثاني اللي غادي ندوز حتى للعماله هما الناس ديالنا من غير هادو راه ما محسوبش علينا وطر راسك ما تخليش الفرصه كما قلت لك الاخر داكشي اللي قلنا لهم السي مصطفى في الصباح ومنعونا على العماله في الصباح فاش درنا الاحتجاج في الموقف قلنا لهم حنا بغينا نديروا الاحتجاج نمشيو حدا العماله هما قالوا لك لا حبسونا في الموقف قالوا لك لا ما غاديش نمشيو للعماله هو تفاهموا مع هاد السلطه دابا كيما تفاهمنا مع السلطه اللي قالت لك السلطه ديرها ديرها حيت هما المجرد راه مزيان الا وقفتوا غير تما راه مزيان كيما قلت لك راه الميساج وصل ماشي بالضروره تشد الشارع هما الناس دابا قالوا لك خص يخرج شي واحد من العماله يهضر معانا وزيد معاه من غير هضره لا ولكن معاه من غير هضره لو سيد يدير معاه شي نقطه ديالها ونقول لك يعني القانون انت صاحب وديونا الشغل هي اللي دايره في سميك في الطاهر الشهري 23 هي اللي دايره لك 82.50 هاد الزياده اللي دار حنا هضرنا على المعاملات يعني المعامله انسانيه في الضيعه ايه ولكن بالنسبه للاجور بغينا يعني بغينا الدوله دير حل حنا ما قلناش خاص ارباب العمل ولا حنا بغينا نعرفوا الان فاش كيجي داك فاش كيبغيو يحدزوا لك السمك القطاع غير مهيكل ديال الفلاحه راه خمسة ديال المؤسسات علاش كيدوز عاد كيخرجوا كيخرجوا الاجر شحال حنا ما عندناش مشكل مع الشركات وانا اول واحد قلت لهم ما عندناش مشكل مع الشركات من ناحية ديال الاجر هي كتاكل الشركة الاجر كتزيد ديك السوايع مور الوقت العادي ديالك وكتحسبوا لك غير 5 دراهم ولا 8 دراهم هي كياكلوا عباد الله رزقهم ولكن من ناحية ديال الاجر يعني خاص حنا شفنا اساتذة السي مصطفى شنو محمود شفنا اجلي شفتي هاد المحامي شفتي العام اللي فات رجال التعليم راه عطا الله شحال من القضية السي مصطفى اللي غير كلمة أخيرة كلمة أخيرة باش كاين ساعة وربع باش نختموا بها باش نختموا بها ما كرهناش نستمروا ولكن ما قدرناش واحد القضية واحد القضية كنقول لهاد الشركات الله يرحم لكم الوالدين ملي تعزلوا كابران اعزلوا شي كابران يكون شوية يكون شوية نيفو ما تعزلوش ان الو فرعون او الو رمسيس اللي ولاو دابا شادين هذا القطاع راه ولينا كنشوفوا شي تجاوزات خطيره لا فطور لا غدا وكيقول ليه جيب لي الروندوم ف راه الماكينه المحي ما زادتهاش الشارج صحيح شكرا لكم جميعا شكرا كذلك السادة المشاهدين الناس ان شاء الله تبارطاجي نتمنى ان شاء الله الرساله توصل ويكون الاستجابه عما قريب من الناس المعنيين الاول اللي هما الفلاحه والناس اللي شادين هذا القطاع وكذلك السلطه المحليه كنحييكم